باشمهندس الآن يعني برأيكم هل ما نشهده الآن هو تشاكس سياسي حقيقي على المرحلة الانتقالية على الفترة الانتقالية؟ لم نسمع بحزبا قال أنا سأبي نفسي عن المشاركة في المرحلة الانتقالية وسأكمل استعدادي للمشاركة في صندوق الاقتراع متى ما كانت هناك انتخابات. نحن مثلا قدمنا مبادرة وأجيدت بالمناسبة في الوثيقة الوطنية التي قدمتها تنسيقية أنه من يشارك في الفترة الانتقالية لا يحق له المشاركة في بعدها في الفترة التي تليها. عشان شنو؟ عشان ما دا يشارك ويسخر الترتيبات الانتقالية لمصلحته في الفترة القادمة. لكن لا تعتقدون أنكم أقصيتم الآن كل الساحة السياسية من ما خلاص صندوق الاقتراع ما تشارك من سيزل الاقتراع ما تشارك أنت ما تشارك عشان توصل الآخرين. ما خلاص أنت تشارك الآن ما تشارك بعدين. يعني أنه نحن ما خلاص أنت الآن ما تشارك عشان تخش الانتخابات بعدين. يعني مثلا نحن زمان كنا معترضين جدا أنه الوالي يكون هو رئيس اللجنة الأمنية مثلا في زمن الغاز، هو رئيس اللجنة الأمنية، هو رئيس الشرطة، وكيف يكون محايد في إجراء الانتخابات؟ ما هيسخر الشرطة والأمن اللي بيصلح حزبه وهكذا. فهذه أشياء يعني أفتكر أنها هي معقول على الأقل بتمنع الأساليب الفاسدة التي ممكن أن تتخذ. فما حيكون هو كم يعني كل الناس في مجلس الوزراء كم يعني دي أصلاً حيقولنا يكونوا تكنوكرات، يكونوا مستغلين ما داخلين في أي أحزاب سياسية. الحكومة المجلس الوزراء الانتقالي. أما الـ 300 ديل دخلوا وافقوا بالتعيين بعدين حقوا يدخل فرصة للآخرين. خلاص حتى الآن يا هنا يا هناك. إذا كان عاوز تكون هناك يكون عندك فرصة هناك خلاص ما تخش هنا. طيب عندما أعلن المجلس العسكري الانتقالي أن ربما سيذهب إلى انتخابات مبكرة بعد 9 أشهر. يعني قامت الدنيا ولم تقعد، وقوى الحرية والتغيير قالت أن البلاد غير مؤهلة وأن الأحزاب يعني هذه الفترة لا تكفيها لتحضير نفسها للنزول إلى صناديق الاقتراع. كيف نظرتم إلى هذه الفترة؟ والله كان عجيبة، وأنا ناس بينادوا بالديمقراطية ويرفضون الديمقراطية. المجلس العسكري الذي يتهم بأنه ديكتاتوري والعسكرية هي ديكتاتورية يريد أن يقصر الفترة الانتقالية إلى 9 شهور، وهؤلاء الذين يريدون الديمقراطية لا يريدون الانتخابات. ده شنو ده؟ القضية كلها قراءة هذا التناقض يا باشمهندس. التناقض هو شنو؟ هو يريدون، لأنه في وثيقة في تسجيل فيديو من فاروق أبو عيسى وقد كتبت عنه مرارا، قال قبل عدة أشهر قبل الانتفاضة قبل أقصد الثورة، قال بأنه نحن عملنا دستور للفترة الانتقالية 4 سنوات، قال لا نريد أن نكرر أخطاءنا السابقة بأنه نقصر الفترة الانتقالية، لأنه إذا قصرنا الفترة الانتقالية ستأتي بالأحزاب لكي تمارس تسلطها، استخدم هذه الكلمة. قال هذا الكلام وكتبت عنه وذهبت إلى السيد الصادق المهدي وقلت له تفتكر فاروق أبو عيسى بيقصد منه بالأحزاب التي لا يريد أن تعود؟ يعني لو قصر الفترة الانتقالية حتكسب الانتخابات. قلت له تفتكر بيقصد منه؟ ألا يقصدكم أنتم؟ فابتسم الرجل، علم أن فاروق أبو عيسى يقصده هو، لأنه عارف لو كان عملوا انتخابات حتعزلهم حتحزب الحزب الشيوعي، لأنه زي ما السيد الصادق المهدي وصف الحزب الشيوعي بأنه يعني قال لا يعبر عن وجدان الشعب السوداني. يعني هو بعيد عن وجدان الشعب السوداني، أن الشعب السوداني عنده قيم معينة لا يؤمن بها الحزب الشيوعي الماركسي الذي يقدم ماركس على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقصد أن قوى الحرية التغيير لا يمكن أن تأتي إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع؟ لا يمكن تأتي بفترة قصيرة، عشان كده يرفضون. المدهش أنه يرفضون. وتعتقد أنهم الآن هم متشبثين بالحوار وبهذه الفرصة ليجلسوا دائرين يطولوا الفترة الانتقالية 4 سنوات عشان يحكموا بدون انتخابات؟ 4 سنوات فترة كاملة ساكت كده
يسلب الثورة 4 سنوات يحكمه بدون استحقاق انتخاب. قضية محاربة الدولة العميقة هذه هو كان مبررهم لأن طلبوا فترة انتقالية 4 سنوات ثم تم تقليصها إلى 3 سنوات في هذا الاتفاق الذي لا ندري الآن هل سيتواصل ما بعده أم أنه سيلغى. والله هذا كلام غريب جدا. الدولة العميقة يا إخواننا الفترة الانتقالية دي في العالم كله معروف، وكانت في الفترة الانتقالية دي فترة اضطرارية يضطر إليها الناس ويقيموا حكومة تصريف أعمال مهمة الأساسية إجراء الانتخابات لكي يحكم الشعب. يعني ما معقول هم دارين يحكموا بالأصالة ويفعلوا ما يشاءون بدون انتخابات، يسرقوا صوت الشعب يعني كده بدون رغم أنف الشعب يحكموا. ما ممكن 4 سنوات أو 3 سنوات انت تقلل الفتره الانتقاليه عشان كي يختار الشعب من 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 يحكمه، لكن ما معقول انت عاوز تحكم ساكت كده بتسرق الثوره باعتبارك انت قمت بالثوره. اول حاجه الفريه بتاعت انه ان 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 هناك من قام بالثوره ده دي فريه. الثوره ثوره الشعب السوداني، هل يا اخواننا هل نحن نصدق بانه الشعب السوداني هو في ميدان الاعتصام اللي هو 3 كيلو والله 2 كيلو؟ السودان ده كله 18 ولاية دي هي الشعب السوداني هو في ميدان الاعتصام؟ بس معقول يا اخوانا نحن عندنا جنابير؟ معقول؟ فلذلك يا اخوانا يعني الكذب ما بينفع. والله السياسة عندما تجرد من الأخلاق ويكون مليئة بالكذب، والله من يكذب ليس جديرا بأن ينال ثقة الشعب.